صباح النور، كي صبحتوا لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال كيف ما العاده. مهم روتين جديد، وش غنقول لكم؟ صبحت على العجينه، هي الاولى صبغت العجينه البنات لحقاش مبقاش عندي الخبز، فدرت هاد المخمر هذا وعجنت على حسابيه الفران. المهم غادي نطيب لهم الفطور، هو الاول نفطرهم ضروري، وعاد غادي نطلع العجينه. المهم هنايا غادي نذوب الزبده مع الزعتر، هاد الزبده راها بلديه، وغادي نزيد عليها العسل صافي باش ندهن لهم هاد المخمار هذا. وعمرت كويس تاع اتاي. بالنسبه للفيروس، الفيروس راه باقي يعني منتشر، انتشر بزاف في هاد الشمال تاع الطاليان، والطاليان كامله ولات يعني حتى هي ولات كلها كاين هاد الفيروس في الطاليان كامله، غير المنطقه اللي متضره بزاف هي الشمال. المهم البنات راه المنطقه فين كنسكنوا حنايا لقاو فيها معرض اكثر من 8 الحالات، وهذا الشيء هو اللي كاين. المهم راه حنا ما كنخرجوش، كل شيء جلس في الدار وصافي، هذا الشيء هو اللي كاين. المهم هذا هو فطورنا، انا وجدت الفطور غادي نوضي فطرو دابا، وغادي نمشي انا نطلع هاد العجينه ونتلاقاو من بعد. المهم سالينا الفطور، طلعت العجينه خليتها كتخمر، ودابا غادي نجي نجمع الصالون لحقاش راه شحال هذا ما جمعتو. غادي نجمع الصالون، نخرجوا الشميشه، كاينه واحد الشمش زوينه غير تاع التخمال النيت، نبدل الفراش، هاد الفراش النيت راه توسخ خاصني نحيدو. المهم هانتوما معايا. بالنسبه للاضاءه كنقول لكم كنعتذر، راه هنايا الاضاءه مع كاين الشميشه بزاف، وعندي شرجم كبير والبالكو كيدخلوا الشعاع، فما لقيتش فين ما حولت الكاميرا كنلقى بان الشعاع كاين بزاف. المهم هنايا البنات راه خرجت كلشي، الطلامط كلشي، البالكو باش يتشمشوا، وجبت بكيه تاع الملحه وبيكربونات الصوديوم رشيتهم على الموكيت كامل، وغادي نشطب بشطابه قاسحه باش تحيد الوسخ. عاد غادي نخرجو حتى هو البالكون نشرو يتشمش مزيان مع هذا الوضع اللي حنا فيه. فراد الشميشه استغلوا، الا كانت الشميشه خملوا راه حيدوا سميتو، حلوا الشراجم يتهوى الدار وتنقى ويحيدوا هاد الفيروسات هادو، راهم اش خلاو هاد الفيروس ما خلا ما يتقال. المهم غادي نهزو غادي نخرجو يتشمش. المهم نتراح واحد شويه ناكل، دارني الجوع، انا ما فطرتش الصراحه حقاش انا ما تناكلش الجلوتين، هما فطروا مزيان، درت هاد الكاسكروت هذا. البنات عيد، الصاله ما سهلاش باش تجبدي وتخملي الصراحه. Just make the call.
المهم من بعد ما ساليت يعني دخلت كل شيء وصافي، بقى لي هذه هي المرحله الاخيره، انني سبيريت عاوتاني سبيريت الموكيت مزيان باش تحيد الا كانت باقا فيه شي حاجه تاع الملحه تحيد. وهذا سبيراتور هذا فيه كيغسل حتى الزرابي ولا الموكيطات، فكيطلق واحد البخار داير سخون بزاف كيعقم وكيغسل. الصراحه رائع، لقيته اوفرطه وما ترددتش خديته ديك الساعه. الصراحه فلوسو حلال، فلوسو حلال والله الا لا زوينين، كاينين مجهد من هذا، راه كاينين اللي كيوصل الثمن تاعهم حتى 2000 اورو، ولكن راه هذاك الشيء راه شي حاجه اللي كما تنقولوا واعره بزاف. المهم حتى هذا قادي ليا حاجه وزوين رائع الصراحه، نقى ليا الموكيط بالمزيان. كي عرفتي ديك الغبره اللي كتكون داخل تاع الزربيه اولا اللي ما كتسيكلش الشطابه تحيدها، فراه هوايا كيسحي مزيان ديك الغبره. وعاد كندير فيه الماء، كنعمر هذيك الخزان تاعو بالماء وتندير فيه شي معقم ولا شي حاجه بحال هكا، تنزيد شويه غليقه تاع شي معقم وكنطلق هاد كنبرك على البطونه اللي خاصه بالبخار وصافي كيبدا يغسل ليا في الموكيط. عرفتي راه زوين زوين بزاف، الا لقيتوه فما تردوش خذوه راه رائع وزوين. مهم بقاو معايا انا غادي نسالي. صافي كيف ما تتشوفوه انا ساليت. مهم الصالون رانا خملته مزيان، درت لي واحد التخميله تاع حاره، كل شيء تشمش. المهم طلامت بدلتهم، الريدوات حتى هما بدلتهم وصافي، ومسحت مزيان جففت. انا ساليت، دابا غادي نمشي نتسرح واحد شويه ومن بعد غادي نتلاقاو. كوكو بنات، انا جيت غادي نصايب هاد الخبز المربع. المهم راه جبت الصوصيط وشويه تاع بيبي. المهم ناخذ الفلفله صفراء وحمراء، اي نوع تاع الفلفله عندكم، والبصله قشرتها غادي نديرها شرائط بحال هكا، غادي نقطعها، غادي نقطع البصله حتى هي. المهم غادي نقطع الصوصيط و هذاك شويه تاع بيبي، غادي نقطعهم طريفات صغار، وغادي ندير كل شيء في مقله وندير عليه التوابل وصافي، ومن بعد غادي نوريكم اشنو غادي ندير. صافي من بعد ما طابت هاد الحشوه هادي غادي نحطها في هاد الخبز اللي مربع على هاد الشكل هذا، وغادي نزيد عليها الفرماج مربع. المهم الا كانت عندكم الموتزاريلا من الاحسن ديروا الموتزاريلا اولا الفرماج الاحمر، فانا عندي موجود غير هاد الفرماج المربع ماشي مشكل.
غادي نحطو وغادي ندير قطعة تاع الخبز صافي، وغنت ندير الكمية اللي عندي كاملة وغادي ندوزهم في الحليب والبيض ونقليهم في المقلاة. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. هادو هما الفطائر تاعنا، كيجيو بنان ولداد عرفتي من الوسط، خصوصا الا درتو الموتزاريلا اولا الفرماج الاحمر، ملي كتحليهم من الوسط كيسيح داك الفرماج كيجي زوين. المهم اصلا حتى هكا جاو بنان ولداد وصافي درت كويس تاع اتاي، وهذا هو نهاري انا تشاركته معاكم. الى عجبكم اكيد الفيديو ديروا لايك ودخلوا مرحبا بكم في القناه تاع هند كيوت، اللي عجبته القناه يدخل انضم العائله تاع هند كيوت باش تكبر القناه ان شاء الله وتزيد القدام. غنقول لكم نهاركم مبروك وباي باي في فيديو ماجي ان شاء الله.